طيب الحين الدوت هذه راح تتحرك بعد الاس بتصير، فراح نحط هنا دوت. طيب الدوت صار بعدها ايش؟ تيرمينال، فخلاص اسك البلوك هذا، فلما اسكره راح يسمى اللي هو اي 4. طيب الحين نشوف الاي، الاي الدوت هذه حقتها هنا راح تتحرك تصير هنا، فراح يصير اس اي دوت اس بي. طيب الحين هنا الدوت صارت بعدها نون تيرمينال، فراح نجيب الرول حقت الاس اللي هي هذه التو جرامر، فراح يصير اس رايح الاي اس بي، والاس رايحه الى البي. الدوت طبعا راح تصير قلنا في بدايه الرول، يعني لان هي رول جديده تصير، ما تصير نفس هذه، تصير هي جديده مستقله لحالها. فخلاص الحين الدوت صار بعدها تيرمينال، والدوت هنا صار بعدها تيرمينال، فاسك البلوك. طيب مسكين البلوك. طيب هنا نلاحظ ان هذه الايتمز معيودة، اللي هي هذه ايتم 2 نفسها بالضبط، اللي هي a.cb a.cb هنا نفس الشيء a.sb a.asb نفسها بالضبط، ما في اي اختلاف. فهذه خلاص راح ترجع، فراح نقول الـ A راح ترجع الـ I2. ليش؟ لما احنا بنسوي هذه الـ items بنسويها بتطلع نفسها، بعدين بنسوي بتطلع نفسها، فراح يصير infinity loop. فخلاص انا بدل ما اقعد كل شوية اسويها، فخلاص انا راح اعرف انه هذه راح ترجع لمين، راح ترجع الـ I2 خلاص، يعني لانه هي الناتج بعد اللي بعد كده بيطلع نفسها، الناتج اللي بعدها بيطلع نفسها نفس الشيء، فراح يصير هنا I2 لانه نفس الشيء قلنا. الحين اروح اشوف البي. طيب البي هنا راح يصير الدوت هذه راح تتحرك هنا صح، فراح يصير الاس رايحه الى البي دوت. طيب هذه الايتمز مكرره نفس الشيء اللي هي هنا نفسها بالضبط، فلما انا بقعد اكرر اكرر اكرر، فخلاص بقول هذه رايحه ليش الاي 3. كذا خلاص خلصنا الـ i3 وخلصنا هذه، فيبقى لنا الـ i4. i4 الشيء اللي بعد الدوت، الرمز او السيمبل اللي بعد الدوت اللي هو مين؟ اللي هو b. فبقول الـ s رايحة الـ a رايحة الـ a s b دوت، فخلاص هذا الـ item خلصناه. فايش راح يصير هذا؟ هذا i5. بكذا خلصنا الايتمز. الحين ايش راح نصلح؟ راح نصلح التيبل بارسينج. تمام، التيبل بارسينج فيه في اكثر من كولوم، اللي هو كولوم ستيت تمام، وكولوم حق الاكشن، واللي فيه هنا اللي هو تيرمينال، والكولوم حق الجو تو اللي هو تيرمينال. طيب الستيت هي عبارة عن الايتمز اللي هي هذه اي 0 اي 1 اي 2 اي 5 هذه هي الستيت. تمام، فهنا نحط الستيت اللي هو 0 وهنا ايش نحط اللي هي التيرمينال اللي هي الرموز اللي زي الاي زي البي اللي هو الاي بي، طبعا لازم هذا الشيء ثابت اللي هو الدولار، والجو تو نحط فيه النون تيرمينال اللي هي الرموز الكبيره اللي هي الاس، فنحط الاس هنا. طبعا عندي تو اكشن في التيبل تمام، اللي هي الشيفت، عندي الشيفت
وعندي ريديوس. طيب طيب متى اقول شفت؟ متى اقول ريديوس؟ اقول شفت تمام واقول ريديوس اذا الدوت ما كانت بالفاينل يعني باخر الجرامر، هنا راح تصير شفت. اذا كانت باخر الجرامر زي كذا راح تصير ريديوس. طيب نعبي الجدول عشان يوضح اكثر. فالستيت زيرو طيب عندي الـ A وعندي الـ B والدولار. طيب عند الزيرو هذه ستيت زيرو طالعة بـ S وطالعة بـ A وطالعة بـ B. الـ S هذه تمام رايحة لمين؟ رايحة الواحد صح؟ فهنا في جدول الـ Go To ما نحط لا شفت ولا نحط ريديوس، بس بنحط النمبر اوف ستيت. يعني هنا زي الاس رايحه لمين؟ رايحه الاي 1، فاحط هنا في الجو تو رقم 1 بس ما احط لا شفت ولا احط ريديوس. طيب الاي هذه رايحه لمين؟ رايحه الاي 2. طيب في هنا ريديوس؟ لا ما في ريديوس، كل النقاط شوف هنا الدوت بالوسط، الدوت بالبدايه، الدوت هنا في البدايه، ما راحت للنهايه. فهذا راح يصير شفت، هنا راح يصير شفت، بس الـ A بتصير شفت المين؟ الـ I2. فأقول S وهنا الـ 2 اللي هي number state. طبعاً الشفت راح نرمزها بالـ S والرديوس راح نرمز لها بالـ R. طيب طيب الحين نشوف الـ B. الـ B شفت المين؟ هنا ما خلصت هي، فراح يصير شفت المين؟ الاي 3. فبنكتب هنا شفت 3. طيب بتقول ليش ما حطيت ريديوس؟ لما اروح للستيت 3 بحط ريديوس. ليش؟ ان هنا البي طالعه من الاي 0 هي باقي ما خلصت رايحه شفت، بس بالاي 3 راح تصير ريديوس لانه خلاص هي خلصت في ال 3 ما راحت لشفت ثانيه، خلاص هي خلصت. طيب عند الواحد طبعا هذه ثابته، شيء ثابت اللي لما تصير ستيت 1 اللي هو S داش، بتقول هنا ما في S داش صح؟ فهذه هنا فائدة الدولار، فراح أروح الواحد مع الدولار بيصير إيش؟ بيصير accept. خلاص خلصنا، هذا الشيء ثابت دائما يعني يصير accept. عند التو I2 الحين بنروح لستيت 2. عند الستيت 2 طيب طالع منها الـ S وطالع منها الـ A وطالع منها الـ B. طيب الاس رايحه لمين؟ الفور. فاروح الجدول وين وين الاس 2 هذه، بروح احط 4. طيب الاي طالعه رايحه لمين؟ الاي 2، يعني راح يصير شفت هنا. فهنا راح نعبي شفت 2. طيب الحين نروح للبي. البي برضو بيصير شفت 3 هنا شفت تمام. طيب الحين في الثري هنا عندي الثري اللي هي البي، راح هنا راح يصير الريديوس. طيب انا كيف راح اصلح الريديوس؟ انا عندي الجرامر الاساسية اللي هي هذه راح اروح ارقمها، فراح هنا يصير واحد راح هنا يصير اثنين تمام. طيب الحين انا عندي الاس رايحه البي خلاص هي خلصت، فهنا راح يصير ريديوس. ريديوس لاي جرامر اروح ارجع الاصليه اشوف مين الاس توديني البي كم رقم الجرامر هذه اللي هي هنا اثنين بتصير، فراح اقول ريديوس عند البي اثنين. طيب وبعبي كل الخانات هذه ريديوس بس الخانات الاكشن كلها تتعبى ريديوس تو ريديوس تو ريديوس تو. طيب عند الفور وين الفور؟ هذا الفور طالع بشفت لمين؟ للبي، رايح لمين؟ الفايف. فعند البي شفت فايف. طيب الحين الستيت فايف اللي هي هذه، الستيت فايف هذه خلاص هي خلصت تمام. بشوف القاعدة هذه يعني بتصير ريديوس، بشوف القاعدة هذه وين اللي هي واحد اللي هي اس رايح الاي اس بي، فراح يصير هنا في الفايف reduce 1 reduce 1 reduce 1.
وبكذا سوينا البار ستيبل، عبيناه.